صباح الخير سينار. بالفعل مرور عام على هذه الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هنا في كافة قطاع غزة ومحافظاته المختلفة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية تحديدا في مناطق شمال قطاع غزة، والتي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تحديدا في مخيم جباليا وكذلك منطقة المعسكر ولتوام والكرامة والسودانية وغيرها من المناطق ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون. ارتقى قرابة 50 شهيدا وتسجيل أكثر من 200 إصابة بصفوف المواطنين الذين كانوا يتواجدون في مناطق متفرقة خلال الأيام الماضية في مخيم الجباليا، والليلة الماضية كانت هي الأخرى ساخنة كالليلة التي سبقتها على شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وكانت هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية والغارات الجوية التي استهدفت منازل مأهولة بالسكان. كان هناك استهداف منزل يعود لعائلة الحلبي تحديدا في منطقة الصفطاوي في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لارتقاء شهيد واحد على الأقل وتسجيل عدد من الإصابات، حيث تم نقل هؤلاء الإصابات والشهداء إلى المستشفى الشفاء باعتبارها الأقرب للمنطقة. مع العلم كان هناك عشرات الأسر الفلسطينية محاصرة في منازلها نتيجة تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق النار المكثف من قبل هذه الآليات العسكرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلك المنطقة، لا سيما التحليق المكثف للطائرات المسيرة من نوع كواد كابتر التي هي الأخرى شاركت في عملية إطلاق النار تجاه تجمعات الفلسطينيين. وشاهدنا خلال الأيام الماضية عملية نزوح كبيرة جدا من المناطق الشمالية والتوجه هنا إلى مدينة غزة وأحياء المختلفة تحديدا المناطق الغربية بدءا من حي النصر ومنطقة الشاطئ وكذلك حي الرمال ووسط مدينة غزة التي أصبحت تكتظ بأعداد كبيرة من النازحين الذين نزحوا أكثر من مرة من المناطق الشمالية لقطاع غزة. أيضا حتى هذه اللحظة نستمع بين الفينة والأخرى إلى استهدافات إسرائيلية إما من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية أو من خلال المدفعية الإسرائيلية التي استهدفت خلال ساعات صباح هذا اليوم مناطق متفرقة من مدينة غزة وأحيائها. نعم. نتحدث عن حي الزيتون، نتحدث عن حي تل الهوى والصبرة وامتداد شارع رقم 8، كل هذه المناطق هي عرضة للاستهدافات. بالانتقال سريعا إلى الوضع الصحي هنا بعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية في داخل المستشفى الأهلي العربي المعمداني، هناك انهيار في المنظومة الصحية بشكل كبير جدا، وهناك ضعف في الإمكانيات، وهناك مناشدات متواصلة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لضرورة توفير مستشفيات شمال قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية وكذلك غرف العمليات التي يحتاجها كثير من الفلسطينيين الذين يتواجدون هنا سينار. طيب إلى إبراهيم قنن من خان يونس. إبراهيم الأوضاع لديك؟ يعني منذ ساعات فجر هذا اليوم في العام الجديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن حرب الإبادة، كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها العنيف على المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح تحديدا، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية العشرات من القذائف باتجاه منطقة عريبة مع توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وهي منطقة قريبة جدا من منطقة خان يونس وتحت غطاء كثيف من عمليات القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار. ثم بدأت المدفعية بقصف منطقة الشاكوش ومنطقة العلم ومنطقة حيتل للسلطان والسعودي بعشرات القذائف المدفعية، مع قيام البوارج الحربية الإسرائيلية بإطلاق نيران رشاشاتها باتجاه ساحل مدينة رفح وخيام النازحين تحديدا في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي رفح وخان يونس، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات التي نقلت إلى المشافي الميدانية غرب مدينة رفح وخان يونس. أما هنا في مدينة خان يونس فالأوضاع على حالها، عمليات القصف المدفعي المتقطع ما زالت متواصلة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تحديدا خزاعة الفخاري عبسان وأيضا منطقة القرارة دون أن يسجل وقوع إصابات بين المدنيين. لكن هنا داخل مجمع ناصر الطبي تستعد الآن وزارة الصحة الفلسطينية للخروج بمؤتمر صحفي لتوجيه رسالة إلى العالم أجمع من أجل يعني تقديم المعلومات خلال حصاد عام كامل من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الطيارات الحربية الإسرائيلية تحلق أيضا في أجواء جنوب قطاع غزة بصورة كثيفة جدا ولم نعهدها منذ أكثر من شهر،
تحليق مكثف على علو منخفض جدا، طائرات كواد كابتر، طائرات مسيرة تجوب محافظات رفح وخان يونس، وهذا الأمر ربما يدلل على الاحتياطات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية مع إعلان كتائب القسام عن قصف منطقة معبر رفح والتحشيدات العسكرية الإسرائيلية منطقة كسوفيم ومستوطنات غلاف غزة بعدد من صواريخ رجوم التي أطلقتها كتائب القسام صباح هذا اليوم باتجاه تلك المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية. الوضع صعب وما زال متصاعدا في اليوم الأول من العام الجديد من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.